إنني طلقت زوجتي أول مرة ثم راجعتها، وبعد 5 أشهر حصل نزاع بيننا، وكنت في هذه اللحظة في أشد الغضب، وقلت لها بكلام فيه تعتع وغير مفهوم: بالطلاق بالثلاثة لا تدخل الشقة الليلة. وكانت هي خارج الشقة في وقت الحدث، ثم دخلت الشقة ولكن لم تسمعني وصارحتني بذلك، إذ قالت إنها لم تسمع. ولم أقل علي الطلاق، قلت بالطلاق بالثلاثة. أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذه المسألة يجب أن يراجع فيها القاضي أو راجع فيها دار الإفتاء بالرياض إذا كان السائل في المملكة، أما إن كان خارج المملكة فإنه يراجع علماء بلده ليستفصلوا منه ويحضروا الزوجة ووليها ويستفصلوا عما حصل من هذا السائل من تلفظ بالطلاق ومعرفة حالته حين الطلاق وغير ذلك مما يجب ملاحظته في هذه المسألة العظيمة. الحاصل أن عليه أن يراجع إن كان خارج المملكة أن يراجع علماء بلده، وإن كان في المملكة فعليه أن يراجع أقرب محكمة إليه. نعم.